السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في التقرير اليومي الجديد المقدم من ثينك ماركتس، معكم محمد زيدان. طبعا الاخبار الاهم او الانظار كلها تتجه لاجتماع مجموعه ال20 او قمه المجموعه ال20 اللي هي بدات النهارده، والانتظار المرتقب ما بين الرئيس الصيني والرئيس الامريكي يوم غد، والتفاوض بخصوص الملف التجاري. والاسواق متفائله حتى الوقت الحالي انهم هيجدوا حلا ما في موضوع الملف التجاري وبعض التهدئه، وقد يكون في اتفاق مبدئي او هدنه كم مره سابقه، ولكن برضو مخاطر عدم الوصول لاتفاق موجودة في الأسواق، فيبقى الانتباه أثناء التداولات، وخاصة إن الاتفاق ده هيتم في الويك إند أو في عطلة الأسواق، وقت الأسواق تكون مغلقة، فقد نرى بعض الفجوات السعرية الكبيرة أو الانزلاقات موجودة مع بداية افتتاح الأسواق. مرة تانية يرجى الانتباه بخصوص هذه القمة وما ينتج عنه في بداية الأسبوع القادم، ونتكلم في تحليل فني أهم المؤسسات الفنية. ولكن قبلها عندنا الأخبار النهاردة، الأخبار المنتظرة أتوقع أنها تؤثر هي الأخبار على الدولار الكندي. متوقعين نشوف إجمالي الناتج القومي على أساس شهري، ومتوقع أن نرى انكماش في أداء الاقتصاد الكندي مقارنة بالشهر السابق ومقارنة بالتوقعات عامة بشكل عام. وهنشوف بقى تحليل فني، ونبدأ بمؤشر الدولار الأمريكي. لو رحنا مؤشر الدولار الامريكي، طبعا احنا الفتره الاخيره كنا بنظره سلبيه عليه. لو شفنا عمليات تصحيح استمرت بالكاد 3 جلسات سابقه، النهارده شفنا بدايه عمليه البيع تعود مره اخرى، ضغوطات سلبيه، اشارات سلبيه، الديول يعني حتى ما في السوق ما قدرش يغلق عند اعلى اسعاره سواء في الايام اللي فاتت ديت 3 ايام اللي فاتت، وبالتالي عمليات البيع هي المستمره. احنا اهدافنا عامه كانت عند 95.05. التأكيد ان الهبوط هيكون مع تجاوز مؤشر الدولار لمستويات 95.5، ان ده مستوى مهم جدا، ومع كسره ده يؤكد الاتجاه الهابط والمزيد من الهبوط. على الجانب الاخر والسيناريو الاقل احتمالا ولكن موجود على الطاولة، ان احنا لو شفنا العودة تاني اعلى مستويات 95.80، معنى كده ان نخش في تصحيح اكثر قوة يدفعنا لمستويات 96. ولكن حتى الان ما دام السوق تحت 95.80 مع كسر 95.50، نستهدف 95.05. طبعا لما يكون الدولار ضعيف، تعالوا نشوف اداء العملات الرئيسيه الاخرى اللي هي بدات تحقق ارباح. بالنسبه لليورو دولار، احنا مؤيدين الاتجاه الصاعد، كانت اهدافنا عند مستويات 1.1480 و1.1480 اللي هي تعتبر مستويات مقاومة مهمة شايفينها على الإطار الزمني اليومي، وخاصة إن عملية التصحيح احنا كنا نؤيد عملية الشراء من هنا، كنا قلنا عن 13.50 السوق هبط لغاية 13.30، ولكن شفنا بداية زخم شراء يتكون تاني. أي هبوط للمستويات، لو عملت لك حتى زوم عليها، أي محاولة للسوق للهبوط دون هذه المستويات، كنا بنشوف بداية تكتل الشراء أو دخول للشراء تاني، وده معناه إن احنا ما زلنا الزخم الشرائي موجود في الأسواق، ما زالت الأسواق تراهن على ضعف الدولار، ما دل اليورو عاوز يحقق مزيد من المكاسب أمام الذهب امام اسف الدولار الامريكي. ودلوقتي احنا مستنيين تجاوز ال 13، مستويات 13 بشكل عام، ونخش في مستويات ال 14، وده يبقى تاكيد اتجاه الصاعد، واهدافنا عن 14.80. طيب لو نتكلم على الجنيه الاسترليني، الجنيه الاسترليني احنا مؤيدين صعوده ولكن هو ضعيف ما، وطبعا بخصوص عدم اليقين في ملف بريكزيت وقوه اليورو امام الجنيه الاسترليني بشكل عام. ولكن انا قلت ما دام السوق فوق 1.2550، مازال الاتجاه الصاعد هو اللي انا بؤيده، وشايفين ان السوق يترنح التاكيد اتجاه الصاعد على 27.50. احنا قلنا هنستنى اختراق 27.50، هنشتري ونستهدف مستويات 28.80 ومنها لل 29.90. اذا ما قدرش السوق وكسر 25.50 هبدا ابيع، لان انا هستهدف مستويات ال 24. في ما دام السوق ما بين هذه المستويات، انا هفضل منتظر ومراقب الجنيه الاسترليني. الدولار الاسترالي والدولار النيوزيلندي ادائهم قوي امام الدولار الامريكي. اول حاجه الدولار الاسترالي وصل لمستويات مقاومه مهمه ومحوريه اللي هي 1.70. عامه احنا بالمنظر دوت نؤيد مزيد من الارتفاعات لمستويات ال 70.50، ولكن قد نرى بعض الهبوط، ولكن هتستغل انها فرص شراء، ولو السوق نجح ان هو يغلق على مستوى 70، احنا دخلنا في اتجاه صاعد قصير الاجل، هيستهدف مستويات ال 72. ليه اتجاه صاعد؟ لان احنا بدأنا اول حاجة كنا السوق ماشي في قناة سعرية هابطة،
وسوق نجح في خلال 3 ايام اللي فاتوا ان هو يتجاوزها. اول اشاره عندنا. تاني اشاره موجوده عندي ان انا شفت قاع مزدوج او اللي هو دبل بوتوم، وشفنا السوق يفشل في اختراق مستوى 68 50، وبالتالي دلوقتي احنا عند العنق مع كسرها. معنى كده هنتحرك مسافه فنيه او نستهدف نفس الطول النموذج، معنى كده ان احنا هنبقى امام مستويات 72. يعني كل الاشارات بتؤيد عندنا الاستهداف مستويات 72، حتى لو راينا بعض الهبوط البسيط واللي هي المفروض تستغل كصفقات شراء. يفضل السيناريو الصاعد هو السيناريو المحتمل ما دام احنا فوق مستويات ال 69 بشكل عام. طيب لو نروح لنزام الدولار، نزام الدولار قوي وكون نموذج انعكاسي واضح وقوي كمان، يعني القوة واضحة على النيوزيلندي دولار، وده اللي يؤيد مزيد الارتفاعات لمستويات ال 69. ما تفكرش تبيع في ظل القوة ديت. أول حاجة عندنا قاع مزدوج تاني عند مستويات الدعم المهمة اللي احنا شايفينها، اختراق خط العنق اللي هو عند 66 50، ده معناه ان احنا بدأنا اتجاه خلاص صاعد قصير الأجل. مستوى 69 عيننا عليها، قد برطرة بعض الهبوط تاني، ولكن هي برضه تستغل فرص الشراء لاستهداف مستويات 69. أهم حاجة يفضل سيناريو الصعود بالنسبة لك هو سيناريو محتمل ما دام ما شفتش السوق بيقفل تحت 66 50 بشكل عام. لو شفت السوق رجع تاني تحت 66 50 أو اقترب أغلق تحتيها، معنى كده إن ممكن نخش في حركة عرضية أو نرجع للهبوط مرة أخرى. ولكن لو تبص على السلوك السعري واضح إن احنا يعني هنستهدف مستويات أعلى من كده، و72 المستويات ال 68 و69 هي مش أهداف بعيدة. نتكلم عن الدولار الأمريكي مقابل الكندي، ما زلنا بايعينه وما زلنا السوق ماشي في نفس الاتجاه. حقق أول أهدافنا عند 39 آسف 30 80، وكانت مستويات دعم مهمة ودي أهدافنا اللي هنا المفروض ننتظر. لو شفنا أي إغلاق تاني تحت مستويات 30 80 على إطار زمني أسبوعي، ده يؤكد اتجاه الهبوط لغاية مستويات 1.28. بشكل عام قد نرى بعض الصعود التصحيحي والعودة تاني لمستويات 31. هنفضل محايدين بالنسبة للدولار الكندي ونفضل منتظرين مزيد من الإشارات، ولكن لو أغلق تحت 30 50 80 أنت ممكن تبدأ تبني صفقات بيعية جديدة. لو أنت بايع معانا من الأول المفروض تخرج من تكون خرجت من مستويات الدعم ديت، غير كده ننتظر ممكن نقدر نبيع من أسعار أعلى من ذلك ونتسرع الإشارة. الدولار الامريكي مقابل الين، الدولار الامريكي مقابل الين الياباني يواجه مقاومه مهمه عند الحد العلوي للقناه السعريه الهابطه اللي احنا كنا مراقبينها خلال الفتره والتقارير السابقه. اشاره سلبيه في اغلاقات يوم امبارح، نوضحها. إشارة سلبية في إغلاقات يوم امبارح دلوقتي هيؤيد الهبوط تاني. الاستهداف مستوى 156 سيناريو محتمل تماما، اللي هو مازال نقول إن إحنا متمسكين داخل القناة السعرية ومنها للحد السفلي عند 105.80 من الناحية الفنية. السيناريو ده يفضل هو السيناريو محتمل وهو الأكثر احتمالا ما دام السوق ما شفناش أي إغلاق يومي فوق 108، لأن أي إغلاق يومي فوق 108 هرجعنا لمستويات مقاومة 188. يعني أنا هأيد الهبوط ما دام السوق تحت 108 ما لم أرى أي إغلاق يومي. لو اتكلمنا طبعا دلوقتي عن الدولار الأمريكي مقابل الين، نفضل نتكلم على الذهب. نتكلم الذهب على إطار زمني اليومي، لو تبص عليه عمليات هبوط أجني أرباح شفناها، بعد كده محاولة الهبوط يوم أمس دون مستويات 1400، ولكن شفنا تماسك قوي والعودة والإغلاق أعلاها. النهاردة شفنا ارتفاعات تاني قوية والسوق مستقر عند ال 1412. لو رحت لإطار زمن ال4 ساعات أنا أؤيد الشراء بشكل عام على الذهب. الذهب أنا صاحب رؤية صاعدة عليه ما دام أنا شايف السوق فوق ال 1390. أي هبوط بالنسبة لي هي فرص الشراء. أنا ما زلت مستهدف ال 1425 من ال 1432 مرة أخرى، وده يتناسب مع أو يتزامن مع ضعف الدولار اللي أنا شايفه بشكل عام. البيتكوين تقلبات مرتفعة، حذرنا من مستوى 13000 وشفنا الهبوط القوي اللي عليه. دلوقتي ممكن نرى بعض العودة تاني لمستويات 12500 12800، ولكن يجب الحذر في الأوقات ديت على البيتكوين، وخاصة لما السوق بيغلق ممكن تشوف جابات كبيرة مع الافتتاحات. ما دام السوق دلوقتي فوق 10500 اللي هي واضح إنها مستوى دعم مهمة مرتين هو تماسك عندها، يبقى مزيد من الارتفاع عند 12800 هو المحتمل. الداو جونز صاحب رؤية شرائية، وقلت بشكل عام ما دام الداو جونز فوق ال 26250 ما زلت أعيد الصعود. دلوقتي أنا منتظر إعادة اختبار 26750. أي إغلاق يوم فيها هركز على الشراء وهستهدف مستويات 27250 ومنها 27500. ولكن يفضل سيناريو الصعود اللي انا بقوله هو الاكثر احتمالا من وجهة نظري ما دام لم ارى اي اغلاق تحت ال 26250. ده باختصار اهم مستويات الدعم والمقاومه والصفقات اللي بنركز عليها. اتمنى لكم التداول افضل التداول
تمنيات تداول موفق، ولكن يرجى الانتباه الالتزام بإدارة رأس المال كميات صغيرة، والمفروض إن أنت تتوقع إن ممكن مع افتتاح الأسواق يوم الاثنين ترى إجابات أو فجوات سعرية، لازم تكون عامل حسابك يتصفي مراكزك يكون كميتك صغيرة جدا مقارنة بحسابك. شكرا للمتابعة، كان معكم محمد زيدان، مع السلامة.